أسعد الله صباحكم مشاهدينا. إلى قبل الجرس، وقفة مع الأسواق الدولية وما قبل افتتاحيات الأسواق العربية. صباح الخير سامي. أسعد الله صباحك صلاح وصباح المشاهدين. يعني لهذا اليوم العديد من الملفات، وأبرزها إن كنا نتحدث عن برودة الطقس والأحداث التي تجري في دافوس، لكن يبدو بأن أيضا الثلوج وتأثيرها على أسعار النفط. ولنا تصريحات خاصة لسي أم بي سي عربية لمجموعة الشيع وتخارجها نسبيا من بعض الأسواق في مصر. إذن إلى ملفاتنا تحت في قبل الجرس. في خبرنا الرئيس نبدأه من أوبك، التي رفعت في تقريرها الشهري لشهر يناير الجاري من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط. في المقابل خفضت أوبك من توقعات نمو الإمداد من خارج أوبك إلى 1,300,000 برميل يوميا في 2024. سهل يبدو أن الطلب على النفط سوف يبقى في التزايد رغم كل ما يشاع من هنا وهناك. إن كانت هذه البيانات المتعلقة بالطلب على النفط من أوبك يبدو بأنها لم تكن بعيدة عن الأرقام التي تم ذكرها في فترة سابقة بالنسبة لأرقام 2024، لكن توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط سيسجل بقرابة 1,800,000 برميل يوميا في 2025، وبالتالي خفضت أيضا منظمة أوبك توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى قرابة 1,300,000 برميل يوميا في 2024. في المقابل هي تركت نفس التوقعات للعام 2024 الجاري، والذي هو عند تقريبا 2,100,000 برميل يوميا. إذن حتى في توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام في هذه السنة، هو بقي في نفس التوقعات عند الإبقاء على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 2.6% في العام 2024. كذلك أوضحت بأن الإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1,200,000 برميل يوميا كما تحدثنا بالنسبة لأرقام عام 2024، وبالتالي عم نلاحظ بأن هذه الأرقام التي تأتي على الرغم ما نشهده من توترات جيوسياسية، لكن المنظمة أكدت في فترات كثيرة على استمرار توفير الإمدادات اللازمة وأيضا عمليات الخفض التي قام بها أيضا تحالف أوبك بلس من أجل تحقيق التوازن في سوق النفط. فقط هي تتحدث بين قوسين من موقع قوة أن الطلب على نفط أوبك سوف يزيد ويستمر، في المقابل أن الطلب من خارج منظمة أوبك أو أوبك بلس سوف يتراجع ولن يكون بشكل كبير. إذن لكن هذه المرة نتحدث عن تحركات أسعار النفط في ظل هذه التوقعات لأوبك، وأيضا إلى أي مدى البرودة والثلوج تؤثر على الإنتاج في الولايات المتحدة. إذن إلى تحركات أسعار النفط من بعد ما شهدنا نوع من التراجع في جلسة التداولات يوم أمس، يبدو بأنها اليوم تعود للنطاق الأخضر، وخاصة لعدد من البيانات المهمة وأيضا برودة الطقس في الولايات المتحدة والتي قد تؤثر على الإنتاج في أكبر الولايات المنتجة للنفط. نتحدث عن ولاية داكوتا، وبالتالي هناك توقعات بأن يتقلص الإنتاج ب 50% وأن يتراجع بقرابة 650 إلى 750 آلاف برميل يوميا بالنسبة للإنتاج. هذا ما قد يؤثر على الإمدادات في الفترة المقبلة، على الرغم من أن الولايات المتحدة استطاعت أن تحقق خلال الفترات الماضية مستويات إنتاج قياسية تجاوزت 9 ملايين برميل يوميا. عم نلاحظ خام برنت اليوم يستقر على ارتفاعات ب14 نقطة مئوية عند مستويات 78 دولار للبرميل. أما بالنسبة لخام تكساس اليوم على ارتفاعات ب17 نقطة مئوية. ما زالت بيانات المخزونات الأمريكية تشير إلى الارتفاع أيضا في هذه الفترة بالنسبة للأسبوع الماضي، ولاحظنا بأن هناك ارتفاع ب 480,000 برميل يوميا وفق بيانات معهد البترول الأمريكي. أيضا بالنسبة للتحركات التي نشهدها على العملات الرئيسية في هذه الأثناء وأيضا المكاسب القوية لدينا، كانت اليوم ارتدادة لمؤشر الدولار في هذه الأثناء، ولكن التراجعات طفيفة نوعا ما. لاحظنا تسعير الأسواق أيضا حتى فيما يتعلق بالتوقيت المتعلق بخفض معدلات الفائدة بات اليوم عند
55%. هذا التقليل بأن يكون بداية الخفض عند في مارس 2023 بات مستبعدا قليلا من بعض التصريحات التي بدأنا نسمعها من أعضاء الفيدرالي الأمريكي ككريستوفر وولر، والذي تحدث أيضا بأن الفيدرالي الأمريكي ليس في حالة عجلة من أمره من أجل عمليات خفض معدلات الفائدة. اليورو مقابل الدولار على ارتفاعات بعد ما شاهدنا أيضا التسارع في معدلات التضخم والبيانات 2.9% في شهر ديسمبر، والتي تؤكد استمرار سياسة تشددية بالنسبة للمركز الأوروبي إلى حين الوصول لمستهدفات التضخم عند 2%. الاسترليني أيضا على ارتفاعات بأقل من 20 نقطة المئوية عند مستويات 1.26. أما الدولار مقابل الين على تراجعات اليوم، وبالتالي هذا الزوج اليوم يعود لمكاسب بالنسبة للين. التحركات أيضا على أسعار الذهب تأتي أيضا في ظل التراجعات اللي عم نشهدها على الدولار. يبدو بأن الذهب يعود لتعزيز مكاسبه نوعا ما، ويستقر عند مستويات 2006 محاولا التماسك فوق مستويات 2000 دولار من بعد الحديث على موضوع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وكيف سيكون المسار، وخاصة البيانات التي سمعناها في جلسة تداولات يوم أمس المتعلقة بمبيعات التجزئة والتي جاءت أعلى من التوقعات، قد تجعل أيضا الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في سياسته التشددية لفترة أطول. عم نلاحظ أيضا الحركة على باقي السلع والمعادن بالنطاق الإيجابي. لكن كيف هي التحركات في الأسواق الآسيوية من بعد البيانات الرئيسية التي تابعناها لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين، والتي جاءت في أعلى من التوقعات بالنسبة لمستهدفات الحكومة الصينية في عام 2023 عند 5%، وبالتالي سجل 5.2%. عم نلاحظ التراجعات مستمرة ب 2% على كومبزيت أندكس بهذه الجلسة، وأيضا على CSI 300 على تراجعات بأكثر من 1%. هذه التراجعات تأتي أيضا بضغوط قوية من أسهم التكنولوجيا التي لاحظناها في الفترة الماضية. نيكي 225 يعود اليوم إلى المكاسب من بعض الضغوطات التي شاهدناها في جلسة تداولات الفترة الماضية، لكن الأسواق تنتظر أيضا بيانات الإنتاج الصناعي وخاصة بيانات التضخم من الاقتصاد الياباني. كيف كانت إغلاقات الأسواق الأمريكية في جلسة تداولات يوم أمس؟ كانت في النطاق الأحمر. لاحظنا أيضا بالنسبة للداو جونز الذي يسجل أدنى مستوياته في تقريبا في 3 جلسات على تراجع، وأيضا كان لدينا للأس أن بي 500 يسجل أدنى مستوياته في أسبوع. كانت ضغوط واضحة من القطاع العقاري الذي يعتبر من القطاعات الأكثر حساسية من ارتفاع معدلات الفائدة. تراجعات بنصف النقطة المئوية كانت على الـ S&P 500. إلى أخبارنا تحت المجهر، ونبدأها من القطاع السياحي في مصر، أين ذكر وزير السياحة المصري أن عدد السياح الوافدين إلى مصر بنهاية العام 2023 ارتفع إلى مستوى قياسي عند 14,900,000 زائر. سلمى، بلغنا أنك من ضمن هذه الرقم. لربما كنت ضمن هذه الإحصائيات، وخاصة بالربع الأخير من العام 2023، وبالتالي تعتبر هذه الأرقام التي تم تسجيلها بالنسبة لعدد السياح في مصر هو أعلى مستوى تاريخي تسجله مصر بالنسبة لأعداد السياح. هذا الأمر ملفت صلاح بأنه على الرغم من التوترات التي نشهدها في المنطقة، إلا أن مصر استطاعت خلال هذه العام 2023 أن تستقطب السياح، وأيضا أن تعزز من إيراداتها الدولارية، كون السياحة تعتبر مصدر إيراد للدولار لمصر، وبالتالي هذا البند كان رئيسي في دعم أيضا ميزانية الدولة. في الربع الأخير تقريبا من العام الماضي تقريبا بلغ عدد السياح عند 3,600,000 زائر، وهو تقريبا بأرقام متراجعة ب 600,000 زائر قياسا بالتقديرات، ونحن نعلم أن هذه الفترة مهمة جدا بالنسبة للسياحة المصرية، وهي تتزامن مع احتفالات وعطلات نهاية السنة. الذروة للسياح المصريين كانت تقريبا في العام 2010، كانت هذا الرقم، والآن نتخطى هذه الذروة الجديدة كما ذكرتي. صحيح كما ذكرت. نعم، وننوه أيضا كانت هناك تصريحات من وزير المالية المصري الذي تحدث أيضا عن تحقيق الموازنة عجزا كليا خلال النصف الأول من العام المالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من 2023، والتي بلغ قرابة 4.9%، مضيفا بأن إجمالي الإيرادات في الموازنة قد ارتفع ب 41.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. ستزورين مصر مرة ثانية بناء على التجربة الأولى؟ هي زيارة تكرر صراحة، لأن يعني مصر. اللي بيقولوا اللي شرب من لها برجع لها. فهذه المرة من مصر إلى أمريكا بخصوص مبيعات التجزئة التي ارتفعت
في شهر ديسمبر الماضي بستة أعشار النقطة المئوية على أساس شهري، ومتجاوزة توقعات الخبراء التي كانت عند الأربعة أعشار النقطة. يبدو أنه لا يوجد أي مشاكل تعثر مبيعات التجزئة لدى السكان بشكل لكن عام، لكن هي تقلق الفيدرالي الأمريكي. صحيح. كونها قد تعزز، يعني ما زالت شهية المستهلك مفتوحة على عمليات ضخ الأموال والعمليات الشرائية، وما لاحظناه أيضا خاصة في شهر ديسمبر بأنه موسم الأعياد وهناك إقبال على العمليات الشرائية، وخاصة أن قطاع التجزئة يعتبر هو من أبرز القطاعات اللي بيمثل تقريبا ثلث الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي شهية المستهلك الأمريكي هي من تحرك أيضا معدلات التضخم. لدينا كان في نهاية العام أيضا العديد من العمليات البيع المتعلقة بالبلاك فرايديز وغيرها من الفعاليات والسايبر ويك، هذا الأمر أثر بشكل واضح على مدى شهية المستهلك. لذلك ما دعم هذه الارتفاعات هي مبيعات الملابس والإكسسوارات وكذلك الهدايا عبر الانترنت. قطاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا كان قد ارتفع بثلاثة أعشار النقطة المئوية، وهو ما ساهم في هذه الارتفاعات. ونعود أيضا هذه المرة وموديز والوكالات وتأثير أيضا التصنيفات الائتمانية، وحديث هذه المرة وكالة تصنيف موديز بأن معدل التخلف عن سداد الشركات العالمية وصل لأعلى مستوى منذ عام 2021، وبالتالي نرى هنا بأن عدة عوامل كانت قد أثرت على شهية الشركات، تأثير ارتفاع معدلات الفائدة وبالتالي أدت من زيادة الضغوط والديون عليها. 20 شركة في شهر ديسمبر الماضي تخلفت عن سداد ديونها، رغم أن هذه الشركات مصنفة بتصنيف جيد لدى موديز، وهو قياسا بأربع شركات تخلفت عن سداد ديونها في شهر نوفمبر الذي سبقه. وبالتالي هنا الحديث عن إجمالي عدد الشركات التي تخلفت عن السداد عند 159 شركة، وبالتالي يرتفع العدد بهذه الحالة كما ذكرت إلى 159 شركة، وبالتالي يبلغ معدل التخلف السنوي للشركات العالمية على مدى 12 شهرا نسبة 4.8% بحلول ديسمبر، وهو يعتبر أيضا أعلى معدل منذ مايو من عام 2021. هذه المرة إلى تسلا، هذه الشركة التي تخفض من أسعار عديد من الطرازات السيارات الخاصة بها في أوروبا بعدما خفضت الأسعار في الصين، ذهبت نحو أوروبا. هي ليست بالخطوة الأولى بالنسبة لتسلا في عملية خفض الأسعار يعني، وأيضا هي أمام مواجهة قوية بتعليق الإنتاج في ألمانيا كما سمعنا في قبل أيام بالنسبة لمصانع تسلا في ألمانيا، ويأتي هذا الأمر في ظل المخاوف المتعلقة بتعطل حركة الشحن وبالتالي تأخر دخول مدخلات الإنتاج بالنسبة للمصانع. هذا أيضا عملية خفض أسعار تأتي في ظل المخاوف المتعلقة من شهية المستهلك أيضا على قطاع السيارات، وبالتالي المنافسة القوية التي بتنا نشهدها إن كان في السوق الصيني وأيضا في أوروبا نتيجة يعني المخاوف المتعلقة بالإنفاق أيضا. هي الشركة بررت ربما تخفيض الأسعار في الصين نتيجة المنافسة مع شركات السيارات الأخرى التي تنشط في قطاع السيارات الكهربائية، لكن في أوروبا تعيد الشركة أن الأمر قد يتعلق كذلك بأن الطلب على طرازات السيارات التي تشتغل بالكهرباء سوف يكون بشكل ضعيف وليس كما كان متوقعا لها. نعم، وسنرى إلى أي مدى سيؤثر ذلك على حركة سهم تسلا اللي لاحظنا عليه تراجعات في عدة جلسات أيضا خلال الفترة الماضية. مستمرون معكم مشاهدينا في قبل الجرس، لكن بعد الفاصل سوف نكون مع ما قبل قرع جرس التداول في الأسواق العربية. وإلى سهم اليوم الذي اخترناه لكم من البورصة المصرية، وسهم المصرية للاتصالات، وما الجديد في خدمة الجيل الخامس؟ يطلعنا على تفاصيل صلاح بالنسبة لهذا السهم. خدمة الجيل الخامس من الاتصالات ذهبت بسعر هذا السهم إلى مستويات هي الأعلى في تاريخه. إذن سهم اليوم هو سهم المصرية للاتصالات الذي أنهى تداولات يوم أمس الأربعاء مرتفع بواحد في المئة وعند أعلى قيمة سعرية له في تاريخه. والسبب يعود أن هذه الشركة قد تحصلت رسميا على رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر، وذلك بقيمة 150 مليون دولار ولمدة 15 سنة. سوف نتابع في جلسة اليوم كيف سوف يغلق هذا السهم بنهاية تداولات آخر جلسات الأسبوع، أم أنه سوف يذهب لعملية جني الأرباح.
ونعود هذه المرة إلى غرفة الأخبار وما نستعد له من ملفات رئيسية من برنامج البوصلة. وهذه المرة ننتقل إلى رندا خشة. وما لديك اليوم رندا؟ أسعد الله صباحك. بداية، ماذا على أجندة البوصلة لهذا اليوم؟ يسعد صباحك سالي وصلاح. لدينا العديد من الملفات اليوم التي نناقشها، وبداية مع تصريحات حصرية كانت لسي ام بي سي عربية من رئيس مجموعة الشايع الكويتية، الذي أكد على خطة إغلاق متاجر دبنهامز في مصر تحت ضغوط سعر الصرف، مؤكدا على التزام المجموعة بالتوسع في الاستثمار في السوق المصرية مع استقرار الأوضاع الاقتصادية. لدينا كذلك يعني ماذا كان يتحدث عنه صلاح فيما يخص تحركات سهم مصرية للاتصالات والشركة التي تحصل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاما. لماذا تم توقيع مع المصرية للاتصالات فقط؟ هل كانت الوحيدة التي تقدمت لهذه الرخصة؟ هل سيتم سداد كامل قيمة الرخصة بالدولار؟ وأسئلة أخرى اليوم سوف نجيب عليها على مدار بوصلتنا لهذا اليوم فيما يخص هذا الملف. من جهة وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع توازن سوق النفط العالمي في 2024 وتستبعد تأثير التوترات في البحر الأحمر على الأسعار. وكالة موديز تكشف عن ارتفاع حالات التخلف عن سداد الشركات العالمية لأعلى مستوى لها منذ العام 2021. إذن هذه أبرز ملفات بوصلة هذا اليوم، وسوف نكون معها مع انطلاق جلستنا الصباحية، وأعود إليكم من جديد صلاح وسالية. شكرا جزيلا رندا، سوف نكون على متابعة مع كل هذه الأخبار بعد قليل مع افتتاحية البوصلة. إذن ونعود هذه المرة لأوامر ما قبل التداول، وشبكة مراسلي سي ام بي سي عربية يطلعون على آخر المستجدات المنتظرة في جلسة التداولات هذا اليوم وآخر جلسات هذا الأسبوع بالنسبة لمعظم الأسواق باستثناء الأسواق الإماراتية. أسعد الله صباحكم جميعا. بداية أبدأ معك ندى، يعني باقي جلسة على نهاية هذا الأسبوع وما لاحظناه أيضا من حركة متباينة خلال هذا الأسبوع على التداولات، ما المنتظر في هذه الجلسة؟ صباح الخير جميعا. يعني يمكن بننتظر جلسة اليوم أن يكون بعض الشيء متفائل، خاصة وأن الأسواق الإماراتية خلال جلسة الأمس أبدت نوع من أنواع التماسك فيما يتعلق مؤشر سوق أبو ظبي سالي، وإن كان طبعا أغلق على تراجعات طفيفة للغاية، لكن سوق دبي أنهى تراجعات ثلاث جلسات متتالية وأغلق بالأمس على ارتفاعات وإن كان دون مستوى 4100 نقطة. هناك تحركات إيجابية يبدو أن احنا بدأنا ندخل في طبعا استباق لإعلان نتائج الشركات الأسبوع القادم يوم الثلاثاء، تحديدا لدينا مصرف أبو ظبي الإسلامي ولدينا بنك دبي الإسلامي سيعلنوا أو سيجتمعوا للبيانات المالية. مصرف أبو ظبي الإسلامي بيتحدث أيضا على توزيعات الأرباح، وبالتالي بالقطاع المالي في دبي بالأمس كان لدي تحركات إيجابية بقيادة الإمارات دبي الوطني. هل ممكن نحن نشهد وندخل في عملية استباق لإعلان نتائج الأعمال وبالتالي نشهد تحركات إيجابية على أسهم القطاع المالي خلال الفترة الراهنة تدعم من أداء الأسواق الإماراتية؟ سيناريو قائم جدا طبعا صلاح سنراقبه خلال جلسة اليوم. شكرا ندى. من ندى إلى نجوى بعد التحية لكم جميعا. ندوى، نبدأ بالتصريحات الحصرية لسي ام بي سي عربية من مجموعة الشايع والتي سوف تتخارج من بعض فروعها في مصر، تفضلي. أيوة صباح الخير. بالفعل أمس كان هناك خبر عن توجه مجموعة الشايع لإغلاق بعض متاجرها على الخصوص متجر دبنهامز في مصر، وكان لنا يعني طبعا تواصل مع الشركة ومع سيد محمد الشايع الذي قال بالفعل أنه سوف يتم إغلاق بعض المتاجر، وقال طبعا أن الشركات تواجه مشكلة كبيرة خاصة الشركات التي تستورد الملابس في مصر بسبب مشكلة العملة الذي يعلمها الجميع، ولكنه أيضا أكد يعني أنه أكد وكان يعني واضح جدا أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في مصر عند استقرار الأوضاع، وأكيد أن مشكلة العملة في مصر أيضا يعني احنا رأينا اليوم السابق أنه شركة إماراتية شركة تبريد ألغت أيضا أحد العقود بسبب العملة، وأفصحت الشركة على البورصة أنه بسبب أن المشروع الاستثمار يكون بالدولار والعائد يكون بالجنيه المصري، وهو ما يسبب مشكلة أكيد لكل الشركات، وبالتالي طبعا هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لمصر، ولكن يجب أيضا أن
أذكر أن متجر دبنهامز بالتحديد يواجه مشاكل مالية في بلده الأم في المملكة المتحدة، والمتجر كان قد أغلق العديد من فروع، أعتقد كل فروعه حتى الفرع الرئيسي في شارع أكسفورد من أيام كورونا تم إغلاقه. فمتجر دبنهامز أيضا يواجه بعض المشاكل الخاصة به، وطبعا سوف نتابع هذه القصة. أما بخصوص بورصة الكويت، فبورصة الكويت اليوم تترقب إعلانات النتائج للشركات، خاصة التوزيعات. الكل ينتظر التوزيعات، والكل يريد أن تكون الشركات سخية هذا العام في التوزيعات، وهو أمر يعني سوف نرى الكل أيضا متخوف من هذا العام. كما نعلم هناك الكثير من العوامل والتطورات السلبية السياسية والجيوسياسية، فبالتالي ربما سوف تؤثر على قرارات الشركة، ولكن الكل ينتظر من الشركات توزيعات مجزية. نعم، وشكرا لك نجوى. وننتقل من حديث الشائع والتوزيعات إلى معمر عواد، وأيضا ما تحدثت عنه هو البند الرئيسي، التوزيعات التي كانت المحرك الرئيسي بالنسبة لجلسة التداولات يوم أمس. ما المتوقع اليوم؟ رغم أنه كان عندنا في تراجع في صافي أرباح قطر للوقود، لكن نتوقع تفاعل جيد مع السهم. تراجعت الأرباح 8%، لكن التوزيعات 90% نقدي. هذا يعني عم نحكي عائد أو ريع السهم 5.7%، يعتبر رقم جيد. كذلك الأمر بالنسبة للبنك الأهلي، كان عنده نمو 8.5%، توزيعاته جيدة 25%، بالتالي عم يعطيني ريع 6.6%. البنك الأهلي له خصوصيته، معظم ملاكه مؤسسات، فبالتالي معدل دوران السهم قد يكون ضعيف نوعا ما، لكن إذا أتيحت أسهم اليوم ممكن نشوفه أيضا في المنطقة الخضراء. بالتالي أعتقد اليوم ممكن نشوف ارتدادا للمؤشر فوق مستوى 10400 نقطة بدعم من تلك النتائج بشكل عام، واستكمال الاعتبار من الأسبوع القادم بشكل عام. لكن اليوم يعني تقديرات أنه نشوف لا جلسة خضراء قد تعوض جزء من التراجعات اللي شفناها في جلسة الأمس. نعم، كل الشكر لشبكة مراسلين، وسنكون على متابعة لافتتاحية جلسة التداولات هذا اليوم وآخر المستجدات أيضا والتصريحات الخاصة. وهذه المرة إلى حديث الملاعب، وتدور اليوم مباريات الجولة الثانية والدور الأول أيضا للمجموعة الثانية بكأس أمم آسيا قطر 2023. صلاح يطلعنا، يبدو بأن قطر ستكون هي أول من يستهل أيضا العمل فيما يتعلق بالدورة الثانية. نعم، فقد كانت أول المتأهلين بفوزها أمس على منتخب طاجكستان، وننتظر اليوم مقابلة المنتخب الأسترالي، هل سوف يرافقها إلى هذا الدور؟ بعد تأهل المنتخب القطري للدور الثاني بفوزه على منتخب طاجكستان يوم أمس، اليوم سوف تكون العين على المنتخب الأسترالي، هل سوف يكون ثاني المتأهلين في هذه المجموعة، وهو من عليه العديد من التكهنات ليكون في المربع الذهبي الأخير. مجموعة اليوم إضافة إلى أستراليا تضم كل من الهند وأوزبكستان وسوريا، هذه المجموعة التي فازت فيها المنتخب الأسترالي في الجولة الأولى، قيمتها السوقية تقريبا للمنتخب الأسترالي عند 40,900,000 يورو، يليها المنتخب الأوزبكستاني عند 26,150,000 يورو، إضافة إلى المنتخب السوري عند 16,530,000 يورو، ثم في الأخير المنتخب الهندي ب 6,530,000 يورو. ماذا عن تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم لمنتخبات هذه المجموعة؟ المنتخب الأسترالي في المركز 25 عالميا. نحن نعلم أن المنتخب الأسترالي يشارك بشكل مستمر في بطولة كأس العالم، وهو ما يرفع من تصنيفه بشكل مستمر. لدينا أوزبكستان في المرتبة 68، المنتخب السوري في المرتبة 91 عالميا، بينما المنتخب الهندي في القائمة 102 في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم. طبعا المنتخب الأسترالي هو وافد جديد على كأس آسيا، نحن نعلم لم يدخل في غمار هذه البطولة إلا في آخر 4 نسخ، على اعتباره أنه كان يلعب مع فرق أخرى تنتمي لمجموعة ما يعرف بالكونكاكاف وأقيانوسيا. إذن المجموعة الخامسة تمتلك أستراليا كما ذكرت 5 مجموعات، لديها 4 تتويجات بكأس أقيانوسيا كما ذكرت، فهي كانت في صدارة هذه المنطقة عندما كانت تلعب لما يعرف ببطولة أقيانوسيا، ثم انتقلت كوافد جديد على بطولة أمم آسيا.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من CNBC عربية يمكنكم متابعة التفاصيل المتعلقة بالتصريحات التي كانت لCNBC عربية من رئيس مجموعة الشايع الكويتية والأمور المتعلقة بالنسبة لإغلاق أيضا وحدات وعدد الفروع بالنسبة في السوق المصري الذي يعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة العربية. نعم، وقد تأثر كثيرا بموضوع العملة وهو ما دفع هذه الشركة إلى أغلاق فرع دبنهامس لها في مصر. بعد قليل في افتتاحية البوصلة وافتتاحية أسواق الكويت سوف نكون مع وقفة تفصيلية لهذا الموضوع وكذلك مع التصريحات الخاصة لCNBC عربية. إن كانت هذه التحديات التي تتعلق بالمجموعة ليس فقط على مجموعة الشايع، إنما العديد من العلامات التجارية التي واجهت أزمة في السوق المصرية والمتعلقة فيما يتعلق بتحويل الأرباح الدولارية وإخراجها أيضا من السوق المصري، هذا كان بند رئيسي وتحدي، وسنكون على متابعة لهذه المقابلة بالتفصيل خلال فقرات لاحقة على شاشة CNBC عربية. بهذا يكون قبل الجرس قد وصل إلى آخر محطاته، وبعد قليل سوف نكون مع افتتاحيات الأسواق العربية وبرنامج البوصلة. إلى قراءة الجرس.